لما عرفنا خبر قفل النوادي ما استغربناش، لأننا طول الوقت بنفكر لقدام وبصين للمستقبل. بدأنا بسرعة ناخد الإجراءات الاحترازية. كان ضروري نعقم كل حاجة في وادي دجلة، من الأندية للمكاتب، المطهرات في كل مكان، وخلقنا عادة تعقيم المكاتب يومياً. فكرنا في موظفينا اللي طول عمرهم شركائنا في النجاح، إزاي نساعدهم؟ واستخدمنا سياسة العمل من المنزل، الاجتماعات اتعملت على زوم، الشغل استمر والطريقة أثبتت نجاحها. في الوقت ده كان ضروري نهتم أكتر بانتظام دفع الرواتب وإنها ما تتأخرش ولو يوم واحد. هل ده كان كفاية؟ بالنسبة لنا لا، ما كناش نقدر نبعد عنكم المدة دي كلها، ولأننا كنا مستعدين من بدري. جروب أبطال من بيوتنا كان جاهز بفيديوهات لايف من شخصيات عامة، دكاترة ومدربين ورياضيين في كل الألعاب، والتدريبات بتاعت أبطالنا كانت أونلاين، لأن المحافظة على صحتكم النفسية والجسدية في الوقت الصعب ده كانت هي الأولوية. بعدها عرفنا أن القعدة في البيت طلعت مواهب وحاجات حلوة، فعملنا مسابقة الموهوبين في الكارنتين سوبر دجلاوي عشان نسليكم ونطلع مواهبكم، وعشان كنا حريصين نكون جزء ولو بسيط من يومكم. ناس كتير خافت من تجديد العضويات، لكن احنا قررنا نمد مواعيد الدفع من غير رسوم اضافيه، وساعدنا الناس يدفعوا اونلاين من خلال الابلكيشن باكتر من طريقه. كل اللي فات مش كفايه، علشان المجتمع كمان له حق علينا، فساهمنا مع مؤسسه للعمل الخيري بالتبرع باكل للفئات المتضرره. وفي وسط كل ده كنا حريصين نستمر بالعمل باقصى قوه عشان نخلص المرحله الثانيه من نادي اللوتس ونعلن عن الافتتاح قريبا. مش مهم نمر بلحظات صعبه، لكن المهم في اللحظات دي نكون إيجابيين ونعمل اللي نقدر عليه، والأهم إننا نبص حوالينا ونشوف مين محتاج مساعدتنا. وادي دجلة، مجتمع الأبطال.